كيفاش مريض ديال الغده الدرقيه يحافظ على الصحه ديالو في رمضان؟ حنا بالنسبه لنا المريض ديال الغده الدرقيه اللي في رمضان هو مريض عادي، هو اللي جينا نقولوا راه ما عنده حتى شي مشكل، ما حدو كياخذ الدواء ديالو بانتظام في الوقت ديالو. اذا حنا شنو اللي خاصو يدير؟ يعيش حياته عادي، كل شيء عادي. اذا في رمضان ما كاينين شي حاجه اللي كنطلبوا منه، شي احتياطات اللي كيكونوا خارجين على الانسان العادي. حنا كنعتبروا المريض اللي كيتبع على الغده الدرقيه انسان عادي، الشرط هو يكون كياخذ الدواء ديالو بانتظام.